بكاميرا محمولة على الكتف اقتحم وليد المنطقة الصناعية في أبوظبي المعروفة بمصفح، شحم السيارات معبقة في الممرات وأجسام كلها نخوة واعتزاز وعمل دؤوب، والكاميرا كانت تدور على رجل واحد انزرع في هالمكان منذ سنوات يراقب ويتعلم المهنة من والده شيخ المصفح ليرث عنفوانه من دون ما تكون لقمة العيش سهلة، بل هي مغموسة بالوجع والانكسار. ما راح أقول أكثر، وليد موجود معانا في الاستديو وهو كاتب ومخرج هذا العمل. أهلا فيك وليد. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نتكلم عن كواليس الفيلم خلنا نشوف مشهد منه ونرجع مرة ثانية. شو. الله رحمني أنه رأسي كان هالمنطقة مش هون، لو كنت هون كنت رحت. أجا مين معاي؟ معروف أخوي. من كثر ما كان خايف رفع السيارة وأنا كلي كنت ممزع طبعا من هون، هذا كله دم وحالتي حالي، ما حكيت ولا رحت مستشفى ولا شيء، بس نزلت سيارة سحبوني رحت سحبت حالي نمت. إذا شيخ المصفح من إخراج الكاتب والمخرج وليد المدني. وليد مرحبا فيك على قناة بينونة وتحديدا في برنامج عكسها. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. ما نبغي نحرق الفيلم صراحة، المشاهدين كلهم ينتظرون، ولكن أبغي أسألك أكثر، شو وداك المصفح يعني؟ حقيقة أنا يعني من الأشخاص اللي ولدوا بأبوظبي، ومصفح يعني من الأماكن اللي رحت لها لأسباب مختلفة خلال سنوات حياتي. نعم. قد يكون هذا شوي غريب، بس لكن أنا بالنسبة لي المينا والمصفح يعني من أجمل الأماكن الموجودة بأبوظبي. نعم. يمكن ما فيها أحلى مولات أو شوارع ولا هيك، بس ولكن أعتقد إنه هي معبية أصلاً. فيها حياة مختلفة أكيد. فيها حياة جداً مختلفة، ألوانها جداً جميلة. في قصص أكيد. إلى قصص جداً رائعة، فيعني كان الهدف الرئيسي إني أعمل فيلم بالمصفح. وبعدين يعني مجرد إنه قضيت بالمصفح وقت أكثر ومع أشخاص مختلفين وصلت للقصة هاي. كيف تم لقائك مع أبو سطيف أظني صحيح؟ هو ابن ناصر. ابن ناصر. لا هو أبو سطيف. إيه؟ ابنه بيكون ناصر. ابنه أوكي جميل. كيف التقيتوا فيه يعني؟ والله حقيقة أنا خلال فترة بحثي بالمصفح التقيت بقريب أحد من الأشخاص لأصدقائي من أيام الجامعة، صديق لي هندي، وحكى لي إنه ابن عمه بيشتغل بمكان قطع غيار، فرحت لعنده من شخص لشخص. قلت لهم إنه عم دور على قصة معينة بس ما بعرف شو بالضبط. فبلش يحكي لي عن شخصيات مختلفة، بعدين حكى لي عن ناصر. ناصر كان وقتها بأوائل الثلاثينات، فقلت له ليش عم تحكي لي عن ناصر؟ قال لي ناصر فيه عنده قصة. جميل. يعني قصة قد تكون يعني تجذب الاهتمام لحد ملهمة لحد ما. فقلت له أوكي، فرحت لعن ناصر، رحت له أعتقد قبل ما يسكر الساعة 8، وقلت له ناصر أنا بدي أعمل فيلم ما بعرف عن شو، فأنا بحب أني أقعد معك شوي، أنا عملتي ناس مختلفين، فبحب بس أني ألتقي معك وتعرف عليك. فحطيت دائما أنا لما ألتقي مع شخص بحكي له أنه أنا بدي أسجل المقابلة فقط لكتابة الملاحظات ما أكثر من هيك. فحطيت موبايلي، قعدنا 3 ساعات وسألته عن أشياء مختلفة، فحسيت أنه في قصة بس ما عرفت شو هي. فقلت له أوكي، قلت له تسمح لي لو قعدت عندك أسبوع، بجي الصبح وبروح المساء. فقضيت عنده بالجراج تقريبا أسبوع بدون كاميرا بدون أي شيء، بس مجرد أنه يكون عندي فكرة إلى حد ما أنه شو هو القصة اللي ممكن أدور عليها وأنك نعم. تشتغل عليه بالضبط. نعم. فيعني فمثل بنيت مثل هيكل أساسي، وقلت له أنا بكرة جاي مع كاميرا. بس يعني نحن سمعنا في بداية الفيلم أن أنت يعني حامل كاميرا، بس شفنا صراحة يعني لقطات مختلفة للكاميرا نفسها طبيعية، يعني يكون مثلا على ستاند بعض الأحيان، وفهمتني ولا؟ فهم عليك، بس جدا قليلة اللقطات اللي على الترايبود. قليلة جدا. هذا اللي كنت أنا، كانت أكثر عفوية يعني صراحة. هلأ هي رقم واحد يعني ما شاء الله عليه ناصر، يعني اتخذ ثقة من طرفي وتعود عليني أكون موجود، حتى الأشخاص اللي بالكراج تعودوا علي. فقبل يوم التصوير قلت له أنا أجيب كاميرتي وراح أعلي عليك مايكروفون وبس راح ألحقك، تركني لحالي أنا ماني موجود. فحكى لي أوكي ما عندي مشكلة. وأنا متعود، صار لي فترة يعني بشتغل مجال التصوير، فأنا متعود لما أنت تجيب الكاميرا لأي بيئة بصير مثل اختلاف بالبيئة.
بس وكاميرتي تقريبا حجمها شوي والكاميرا كبير. ايضا تصير جزء من البيئه اتوقع صحيح بعد وقت بس اعتقد انهم تعودوا علي ما حسيت اي اختلاف واجيت لهونيك جيت الصبح قلت له ناصر حط عليك مايكروفون حطيت عليه مايكروفون وقلت له امشي تركني لحالي وانا بلشت اصور بالمكان يعني لفتره كم يوم هذا اسلوبك المعتمد دائما في اعمالك ولا هذا الاسلوب بس جربته يعني مثلا في الوثائقيه بيعتمد حقيقه على نوع التصوير اللي تعب تصوره احيانا ما عندك الامكانيه تعمل هيك هو بشكل عام يعتبر قانون سيء انك تصور شيء ما بتعرف بدك تصور لازم يكون عندك بناء جدا بس واضح بس انت سخرت معناته البيئه او المكان عشان تخبر القصة مثلا شفنا الكلب على سبيل المثال القط فهي خلال فتره التصوير بلشت احس انه في عناصر ممكن تكون جزء من القصه فلانه اخذ التصوير اكثر من يوم وما اخذ التصوير يعني مثلا خمسة وست ايام بشكل متكرر انه عملت التصوير باوقات مختلفه فعلى اساس انه ممكن اصور برجع على البيت بشوف اللقطات وناصر لابس مايكروفون فسامع شو عم بيحكي فبناء على هالموضوع هاد بلشت اكتب ملاحظات انه شو هو البناء اللي ممكن ابنيه على اساس اني اعمل الفيلم كم يوم تقريبا اخذ معك تصوير اخذ 6 ايام بعتقد 6 ايام 6 او 5 ست ايام مونتاج اخذ كثير الفيلم راح خلال 10 نسخ اعتقد 10 نسخ واعتقد راح خلال 10 نسخ لانه في امور كنت بدي اجربها فيعني بعمل النسخه الاولى والثانيه والثالثه وبفرجيها يعني لزملائي لانه الفيلم كان جزء من برنامج استوديو العربي حلو. انا عندي ايوه هذا اللي كنت ابغى اكلمك عنه خبرنا عنه اكثر معهم او تجربتك معهم فبرنامج استوديو العربي هي من تنظيم ايمجينيشن اللي هي احدى شركات بي 254 والهدف الرئيسي من برنامج استوديو العربي هو مساعده اي شخص مهتم بهالمجال انه يعمل اول فيلم سواء كان وثائقي او روائي روائي بمعنى يعني سكريبتد يعني ففي برامج مختلفه يعني انا كنت بالبرنامج الوثائقي كنت باول دوره اللي هي 2014 جميل. فكنا تقريبا كنا 8 اشخاص ورحنا خلال رحله دورات مختلفه تعلمنا من بعض اشتغل مع بعض وكل شخص اشتغل مع فيلم زميله بشكل من الأشكال سواء كان تصوير أو مونتاج أو إنتاج أو يعني بقدرات مختلفة ودائما نحن كلنا منصور أفلامنا منروح على قاعة العرض نتفرج على النسخة وكان عندنا مرشد يصير تقييم أظني صحيح بصير مثل يعني مو تقييم مش مانا مدرسة ما في أرقام ما في المواضيع لأنه بالسينما ما في شيء غلط بس انت قلت سويت عدة نسخ بناء على شو بناء على الملاحظات بناء على رأي الناس شو اللي تبغي توصله وليد من خلال هاي القصة اللي اليوم طرحتها قصة شيخ المصفح هلا شوف كل شخص ممكن يتفرج عليها بشكل مختلف بالنسبة لإلي يعني ما بدي ادخل ما بحب يعني ادخل كثير بالتفاصيل هاي بس ولكن أنا أعتقد كل شخص منا شخصيته تكونت من الأمور اللي واجهها مع أهله بهالحالة أبوه ويعني ما في أب ممتاز بالعالم أبداً بأي شكل من الأشكال كل أب فيه إيجابياته ومساوئه لكن سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر فهل علاقة بتكون شخصيتها خلال السنوات ورح تكتشف أنه الأمور اللي مر فيها أبوك راح تأثر عليك وراح تأثر بقراراتك كيف أنت راح تربي أولادك وكان كل هالموضوع يعني في نطاق المصفح بناقشك إن شاء الله بالتفاصيل بس عشان ما نحرق الفيلم ونحن قبل أن نسجل الحلقة أنت قلت يعني أنا أول مرة قاعد قدام الكاميرات اليوم زين الفكرة أنك أنت دائما تكون خلف الكاميرا شو شعورك اليوم الله يعين الناس اللي بصوروا يعني شوي الله يعيننا يعني نحن الله يعين الناس اللي نحن يعني اللي طيب. منكون نحن قاعدين ورا الكاميرا وقاعدين نصورون بنرجع لمسيرتك وليد أنك أنت ما شاء الله متنقل يعني في عدة دول عدة ثقافات يعني فدرست أيضا في أوروبا ونفذت أفلام وبروجكت في دول أخرى درست إخراج سينما درست إخراج أفلام وثائقية درست ماجستير خبرنا عن هالتجربة فأنا بلشت بال2017
فكان برنامج اسمه Dark Nomads، برنامج هو برنامج ماجستير في إخراج أفلام وثائقية سنتين بين ثلاث جامعات مختلفة. حلو. فبيكون أول فصل بالبرتغال، ثاني فصل بهنغاريا، ثالث ببلجيكا، والفصل الرابع بيكون بإحدى الدول الثلاثة. فيعني خلال دورتي، كنا في الدورة السادسة، كنا حكمنا 18 طالب من 13 دولة مختلفة. ما شاء الله. فكلنا من خلفيات جدا مختلفة، سواء كانت خلفيات فنية أو تقنية أو حتى ما لها أي علاقة في مجال السينما بشكل مباشر، لكن كلنا كنا مهتمين بمجال الأفلام الوثائقية. وخلال كل دولة اضطرينا إنه نبحث عن قصص. معظمنا ما بيحكي لغة الدولة اللي نحن قاعدين فيها، بالأخص بهنغاريا، لأنه هنغاريا لغتها شوي مرتبطة بالثقافة الهنغارية، يعني ما في، مش مثل اللاتينية. فيعني اضطرينا نعمل أفلام بكل الدول هاي، والحمد لله عملت مجموعة أفلام بالدول هاي، بعضها انعرض وبعضها عم ينعرض حاليا، ويعني كانت تجربة جدا جميلة حقيقة. جميل. أنت اليوم وين وليد؟ أنا حاليا موظف مستقل بـ 254، لسه ما زلت 7 سنين كموظف مستقل. أعتقد هي تعطيك استقلالية جدا جميلة، وبشتغل بمجال التصوير المونتاج الوثائقي. عندك وليد مواهب أخرى مختلفة، احكي لنا عنها. أنا إنسان جدا ممل، ما عندي غير والله غير التصوير يعني. يعني عندي بحب الفوتوغرافيا، من فترة قريبة صرت أصور تصوير فوتوغرافي على الفيلم. فيعني حقيقة تجربة جدا جدا جميلة، عم تعلم منها كثير، و يعني هي اعتقد اذا ما بعرف اذا ممكن تحكيها موهبة، بس اقرب شيء لها حتى الان. لا لا جميل، استمر. زين وليد، اثناء فترة ازمة كورونا اخرجت فيلم يتكلم عن البخور، صحيح؟ ليش؟ حقيقة الفكرة هي انه كنت عم منتج كثير بالبيت، كان معظم منتجي بالبيت، وقلت يعني شو ممكن اصور شغله بالبيت. والفكره هي انه ما راح استخدم اي شيء برا البيت، ما راح اطلع برا البيت، راح اصور كل شيء هنيك كله في البيت، وادواتي يعني موجوده بالبيت. وانا بصفتي كشخص بشتغل هالمجال، فانا عندي كمان اضاءه وعدسات وكاميرا والامور هاي. فكانت هي الفكره، يعني مجرد انه كنت ملان. لا أنا حبيت صراحة لأن أنت تدري إن البخور دائما يعني له يعني طابع وخاص، يعني شيء ومكانة خاصة في 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 دول الخليج بشكل عام. يعني خلينا نتكلم أيضا عن مشاريعك في الحالية، أو هل جائحة كورونا خلينا نقول يعني عائق لوليد، ولا كان بالعكس يعني أعطاه مثلا بعض الأفكار الجديدة، جدد له يعني الأفكار عشان ينطلق فيها مرة أخرى؟ حقيقة أعتقد بالأول بشهر الحين لا طبعا لا أنه بالأول أول كم أسبوع، لأنه كان عندي مجموعة تصويرات، كان عندي مجموعة ورش عمل، وكلها خلال أسبوع تكنسلت. فيعني لفترة معينة كنت ما كان عندي أي شيء، بس سبحان الله الأمور يعني رجعت بشكل سريع، يعني ففي تصويرات معينة رجعت لها. كنت عم منتج 3 أفلام لنفس البرنامج استوديو العربي، فكان كله عن طريق الزوم. ويعني الحمد لله حاليا يعني كان عندي الفرصة اني اصور بمستشفيات كتير، كمان اصور يعني من الاشخاص اللي حاليا هنا عم بيوقفوا في الصفوف الاولى، وقدرت اني قابلهم وقدرت اني اقعد معاهم. فيعني كانت جميل، لسه التجربة موجودة، لساني عم صور ولساني عم تابع مجموعة منهم. جميل. نحن وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا اليوم. قبل نحضر فيلم شيخ المصفح، في كلمة حاب توجهها للمشاهدين أو الأشخاص اللي بيتابعون الفيلم نفسه؟ أعتقد كلمتي الوحيدة أنه يحاولوا قدر الإمكان يشوفوا السينما من حول العالم. هوليوود مش مصدر الوحيد للسينما فعلا. فالسينما سواء كانت الاوروبيه او الصينيه او شمال افريقيا او حتى في الوطن العربي، اعتقد في افلام كثير لازم يتفرجوا عليها، ويحاولوا انه يتابعوا ورش، حاولوا يسالوا، حاولوا انه يسعوا يعني لو كانوا مهتمين بالمجال هذا. جميل. اذا شكرا وليد المدني على حضورك اليوم. اهلا وسهلا فيك، لي شرف. الله يسلمك. إذن مشاهدينا خلونا نحضر معاكم فيلم شيخ المصفح.
في أمان الله. لذل نفسك في حياتك، احتجت اسرق. أنا أبوي ما سرق، بس كمثال كان دائما يعطيني إياه، إذا انجبرت وسرقت اعملها بس لا تنذل لحدا. شو بدك أحسن من هيك تربية؟ كان لا يطلع يجيب سيارات يشتغل يعمل يسوي، عرفت؟ وكان عنده كرين، فمرات يجي من الصبح ينزلنا ويضل طالع ما يبعد ايش من الكسل. نوم واحنا صغار، طول النهار نشتغل وفي الليل نطلع نروح على البيت، ننام لنا ساعتين ثلاث الا احنا جايين على الشغل نعسانين، ما نقدرش نقول ما بقدر اشتغل، انزل تحت السياره وانا المحل فاضي فيهوش حدا، اقل مشوار بده ساعة ساعتين بعدين يرجع. ارفع السيارة لازم تسندها، حط ستاند، انا كنت ما حطيت. الله رحمني كنت فك القزوز وفك الشفط، وين راسي؟ راسي هون. هالمكان الفاضي. شوفوا وجهي هون. لما وقعت السيارة راسي هون والسيارة فوقي. الله رحمني انه راسي كان هالمنطقة مش هون، لو كنت هون كنت رحت. اجا مين معاي؟ معروف اخوي. من كثر ما كان خايف رفع السيارة، وانا كلي كنت مزع طبعا من هون، هذا كله دم وحالتي حالي، ما حكيت ولا رحت مستشفى ولا شيء، بس نزلت سيارة سحبوني رحت سحبت حالي نمت. سبانة 17 بدك شكرنج يعني؟ اه من الخوف ما حكينا لأبوي إنه وقعت عليه السيارة، لأنه ليش أنت ما حطيت جك تحت السيارة؟ فما قلنا له، خلاص وراحت وسحب الموضوع إنه ما صار شيء. هات السط، لا بطق الجير من النص. ما هو هذا الفارط لو إنه رافع زي العالم ما غلبني. كان قاسي لدرجة ما بتتخيلها أبوي، وما فيش عنده إشي اسمه خاف ولا بخاف ولا كذا، خلص هيك عايش طول عمره هيك. فمرة من المرات جايب عنده جماعة فبقول لي أنت زعلان لأنه كان ما بعرف شو ما بعرف شو، قلت والله يابا إذا أنت مفكر عشان إنه قاعدين بيشربوا في المحل إني زعلان، كنت لا زعل منها شغلة القمار، كانت تصير مشاكل كثير عليها، ففوت عليهم فجيت سكتت وروحت. ثاني يوم بقول له يابا إذا شفت واحد فيهم راح أكسر وجهه وأنت الخسران في الموضوع. قال شو بدك تعمل؟ بتضربني؟ بتضرب بدك تضربني؟ قلت له أنا ما قلت لك أضربك، بس قلت لك هذول إن شفتهم بكسرهم. طلعنا من المحل القديم بالدهوة بالوضع، أجا أبوي باع نص البضاعة مرة واحدة، رجع ثاني يوم ما في فلوس، خلص ما في فلوس، رجع ما في فلوس، قمار سهر شو هني 70,000 إذا بترميها، ما أنت بتفت 500، ما أنت بتوقف على البست تفت 500 شو؟ وينهم؟ ما عنده شيء. تعال قولوا بيت في الأردن ما في، أملاك ما في، كل شيء ما في. مات الله يرحمه.
هذه تبهدلنا والله، فيش مكان ننام فيه ولا معنا مصاري نستأجر أصلا. هسا أنا ملك حالي، أنا حر نفسي. لا أنا بطلع الماكينة برا وبسويها بدون ما أفك هدات، لأنه عشان ما أدخل بفكة هدات وحرارة ومشاكل، عرفت؟ حتى هذا المحل تبع جمال كان لأبوي، جيت استأجرت هون راح باع لي هناك وجه جنبي. حتى هذا شوف الباب المسكر، هذا كان هو فاتحه على المحل، يزعل يقول لك هذا محلي ما إلك دخل. يوم باع المحل سكرنا الباب. ولا كان هذا المحل هون إله. الله يرحمه. ذاك اليوم مشتري سيارة لمرتي، يومين أجاني واحد ربحني فيها يمكن 5000. طلعت هيك قلت له يا عمي شيل. رحت عند مرتي بقول لها ترى الموضوع صار في هذا، قالت لي بعرف السيارة طلعت مش مزبوطة وما عجبتك بعتها. مديت إذا عجبتي 2000 درهم. تعال 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 تعال. خلاص مش راح يجي هسه، بس يرجع نعطيه قطعه ثانيه بزبط وضعه. انا ابوي رغم كل هذا زلمي، يعني لو بتحسب له كم ساعد ناس ما بتتخيل، مع الناس كل الناس تحبه. بس بحق نفسه كان دائما غلطان. ما تسمع بني ادم قال لك مصطفى معروف ضعني، قول له مصطفى معروف اكل علي شيء. لا هسه الناس بتيجي بتحلف حياته، يقول لك فيش زيه هالبني آدم، واقف بين رجال رجال. يعني تفتخر لما تيجي تدخل يعني انه ابوي. كل الناس تحكي له شيخ مصفى، وين ما تروح شيخ مصفى، بس لما كان قوي. يوم ما ابوي نام في المستشفى بسحب حالي يوميا لازم اروح عند ابوي. ابوي ظل تقريبا تعبان يمكن بحدود الشهرين، ينزف دم. ما يحكي لنا، نايم على التخت، يظل يتعصب 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 انه بده يقوم، يشد وحالته حاله انه بده يقوم ما يقدر. لما بعدين خلص انكسر، حسيته انه انكسر. هذا اللي كان يعني تشوف في قوة وجبروت مش طبيعي، يقول لك تعال احملني. حتى لدرجة لما مات أنا حامل، مات بإيدي. أنه نعمل مشاكل ونطاوش نصير بيننا خلافات كثير، بس سوالي نقطة فاضية في حياتي الله يرحمه. أكثر إشي كنت ندمان إنه أبوي عليه إني كنت أرفع صوتي. نعم نعم بابا. أزحكك فيه. آه بدك تروح تحممي، روح تحممي يا بابا. تستأذني مني على الحمام يا بابا. أولادي ما شاء الله عليهم، أنا عندي الولد هذا سعيد بعده صغير مش متعود عليه، بس البنت هي اللي كل إشي. بتجيب لها سيارة، بتروح بتجيب عدي مفك، تقلب السيارة بتصير تحط المفك وتعمل هيك. طلع فيها يا بابا، هي بالفطرة يعني جاي الشغلة ولا شو جاي، من وين جايبتيها؟ طيب إن المفك فيه لف. أنا البنت بحن عليها، أما الولد بعده ما كبر ما بعرف، فمش عارف بعده صغير كثير الولد 4 أشهر، هل بدي أتعامل معه نفس التعامل ولا لا أتعامل معه غير، ولا أتعامل معه ولا أحن عليه يعني، ولا تكون تعالي بابا وحبيبي ما بعرف. Thank you.